أخبار اليوم. كل سنة طيبين جميعا إن شاء الله. زي ما قلنا إن شاء الله 25 هيكون احتفالية النهاردة، احتفالية جميلة بنحتفل مع الشعب العظيم ده واللي دعا للفوضى واللي دعا للإرهاب. إحنا بنقول له مالكش مجال ولا لك مكان معانا إن شاء الله. الحمد لله. سيادة الرئيس السيسي بنقول له احنا معاك وخلفك وبنكمل الرسالة معاك، وببعت تحيات وتهنئة سيادة اللي هو مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لشعب الفيوم بالكامل اللي هو بيتواصل معانا تليفونيا وبعت رسالة حب وطمأنينة لشعب الفيوم العظيم. الله أكبر، الله أكبر. يا مصر.